أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيان. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع، نشوف نموذج الفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة اللغة العربية للمستوى الرابع. نموذج ألقاه على شكل PDF في الوصف. إذا نبدأ أول حاجة بقراءة النص قراءة جيدة. إذا المغرب موطن الصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية المغربية تعكس إبداعها في مجموعة من الأشكال، الألوان والمواد المتنوعة. نجد منها الخشب، الجلد، المعادن، النحاس، النسيج والفخار، التي يتم تغييرها وتحويلها من طرف الصانع التقليدي الحرفي بتقنيات يستعملها من التراث والتقاليد المتوارثة أو المتوارثة التي استطاعت الحفاظ على استمراريتها والتي تلقى إقبالا كبيرا من طرف السياح الأجانب. إذا بالنسبة نصفه ويتحدث عن ماذا؟ عن الصناعة التقليدية المغربية والإبداع ديالها كيتجلى من خلال مجموعة ديال الأشكال والألوان والمواد المتنوعة. إذا كذلك هاد الجلد والمعادن يتم تغييرها وتحويلها من طرف من؟ الصانع التقليدي أو الحرفي بتقنيات كيستعملها، يعني داكشي تقليدي. إذا بالنسبة عندنا أول سؤال هو سؤال الشرح. واش هنا بالنسبة للشرح؟ اشرح حسب السياق ولا اشرح حسب السياق. إذا جينا هنا مواد متنوعة معناها المختلفة. إذا نكتب هنا المرادف نكتب المختلفة. نعم. إذا عندنا بالنسبة إقبالا والتي تلقى إقبالا كبيرا، أقول مثلا يعني مثلا اهتماما انجذابا إلى آخره. إذا نكتب هنا اهتماما. نعم. إذا دابا سلينا السؤال الأول، انتقلوا السؤال الثاني. إذا شبكة الكلمات هنا املأ حسب المطلوب. إذا شنو هي شبكة الكلمات؟ شبكة الكلمات هي معنى أن نأخذ، يعني هنا عندنا الصناعة التقليدية، جميع الكلمات اللي عندها علاقة بالصناعة التقليدية. مثلا كاين الزرابي في الصناعة التقليدية، مثلا الزربية أو الزرابي أكتبو الزرابي. كاين كذلك ماذا؟ إذا هنا كتبنا الزرابي. كاين كذلك الجلباب التقليدي، إذا نقولو تكتبو مثلا الجلباب. كاين كذلك الخزف، كاين كذلك الخزف. كاين كذلك مثلا هنايا الفخار، إذا أو الأواني فخارية إلى آخره. إذا نكتبو الخزف الفخار مثلا فخار، كلها إذا صناعة تقليدية. نعم. إذا نمشيو دابا السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي خريطة الكلمة. إذا ملي تكون خريطة الكلمة كنحددو نوع الكلمة واش فعل أو اسم، وكنحددو المرادف ديالها المعنى ديالها والضد ديالها وركبوها في جملة. إذا تقليدية النوع ديالها ماذا؟ اسم. إذا عندنا اسم. إذا شنو مرادف تقليدية؟ مثلا أصيلة، يعني شي حاجة أصيلة تقليدية. إذا نكتبو أصيلة. ضد تقليدية، إذا كاين هنا أصيلة، ضد تقليدية حديثة أو عصرية، نكتبو حديثة أو ماذا أو عصرية، ممكن نكتبو حديثة أو عصرية. نعم، إذا حديثة أو عصرية. إذا نكتبو التقليدية في جملة. إذا مثلا هذه مثلا الجلباب تقليدية، هذه الجلباب تقليدية، هذه الجلباب تقليدية. ولكن ولا تسخر مثلا المغرب بعدة صناعات تقليدية. إذا تسخر المغرب، إذا تسخر المغرب أو مثلا تمثل الصناعة التقليدية رمزا للحضارة أو رمزا للحضارة المغربية. إذا تسخر المغرب بتنوع الصناعة التقليدية، بتنوع الصناعة ماذا؟ التقليدية. الصناعة التقليدية بتنوع الصناعة التقليدية. إذا تسخر المغرب بماذا؟ بتنوع الصناعة التقليدية. سلينا السؤال خريطة الكلمة، انتقلوا السؤال الثالث. في ماذا يتجلى إبداع الصناعة التقليدية المغربية؟ إذا تكون سؤال بهذه الطريقة. كنرجعوا النص. إذا نرجعوا النص ونقولوا بالنسبة شنو عندنا. إذا هنا
تسخر هنا بماذا يتجلى إبداع، تعكس إبداع إذا في مجموعة من الأشكال والألوان والمواد المتنوعة. يعني هنا هذا هو الجواب وعرجلوا ونكتبوه. إذا عندنا بالنسبة يتجلى هذا الإبداع، إذا يتجلى هذا الإبداع، يتجلى هذا الإبداع في ماذا؟ يتجلى هذا الإبداع في مجموعة من الأشكال، إذا في مجموعة من الأشكال والألوان، من الأشكال والألوان، من الأشكال والألوان والألوان، وكذلك والمواد المتنوعة، والمواد المتنوعة، والمواد المتنوعة. إذن بالنسبة هذا الجواب ديال السؤال، إذن يتجلى هذا الإبداع، إذن يتجلى هذا الإبداع في مجموعة من الأشكال والألوان والمواد المتنوعة. ننتقل السؤال الرابع، من يقوم بتغيير وتحويل المواد المختلفة لعمل فني تقليدي؟ إذن أرجعنا النص باش نشوفوا السؤال وكنحدوا الجواب. إذن هنا انطلاقا من النص، إذن هنا تحويلها من طرف التي يتم تغييرها وتحويلها من طرف الصانع التقليدي الحرفي بتقنيات يستعملها من التراث والتقاليد المتوارثة. إذن هنا بالنسبة للجواب، إذن يتم تحويلها، إذن من يقوم؟ إذن الصانع المغربي هو الذي يقوم. إذن هنا نكتب الصانع المغربي أو الصانع التقليدي، الصانع التقليدي، الصانع التقليدي هو الذي يقوم، هو الذي يقوم بماذا؟ هو الذي يقوم بماذا؟ هو الذي يقوم بتغيير وتحويل المواد، وتحويل المواد المختلفة، يقوم بتحويل وتغيير، نكتب هنا بتحويل وتغيير ماذا؟ المواد المختلفة. إذا هنا نكتب تغيير المواد المختلفة. نعم هذا هو الجواب. إذا الصانع المغربي أو الصانع التقليدي هو الذي يقوم بتحويل وتغيير المواد المختلفة. إذا بهذا التصحيح نكون سالينا، بهذا السؤال نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج ديال مكون القراءة والفهم. نتمنى أنكم فتكم، شكرا وإلى اللقاء.